الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة ويوجه بسرعة إنجازها. قوات سوريا الديمقراطية تؤكد نزوح 30,000 مدني بسبب استمرار العدوان التركي. بومبيو ينتقد سلوك إيران تجاه مفتشي وكالة الطاقة الذرية. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد من القاهرة، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال الإنشائية بعدد من مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة. أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط، ذلك لتسهيل الحركة ولرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة. أضاف راضي أن الرئيس السيسي حرص على الالتقاء مع عدد من العاملين بتلك المشروعات. توعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من سماهم بالمخربين بين المتظاهرين بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن 20 عاما. وأشار عبد المهدي في بيان بثه التلفزيون العراقي إلى أن المظاهرات صحبتها أفعال إجرامية وإرهابية تنال من هيبة الدولة. ودعا البيان المتظاهرين إلى الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها. في سياق آخر، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية نزوح 30,000 مدني من مناطقهم في شمال شرق سوريا بسبب العدوان التركي. وقالت في بيان لها أن الاحتلال التركي توغل في 1000 كيلو متر مربع منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأن العدوان مستمر بالمدفعية الثقيلة والضربات الجوية في مناطق رأس العين وتل أبيض وتل تمر. حذرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية من مساعي أردوغان نحو إعادة تغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا. قالت المجلة في تقرير لها إن أردوغان يسعى لتغيير خريطة الشرق الأوسط عبر توطين الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة الموالية في شمال سوريا بذريعة إقامة منطقة آمنة للاجئين. هذا وأضافت فورين بوليسي إن الأتراك يعيدون التاريخ الأسود مرة أخرى للإمبراطورية العثمانية التي قامت بمجازر وحشية وجرائم التهجير القسري في سوريا. وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن ما أقدمت عليه إيران من احتجاز مفتشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولة تخويفها بالأمر المشين. قال أيضا وزير الخارجية في تصريحات له إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطة طهران. وشدد أيضا على ضرورة السماح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة عملهم دون عوائق. رياضيا، فاز منتخب مصر الأولمبي بهدف دون مقابل على نظيره المالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. أحرز هدف المباراة الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 29 من عمر المباراة. وبهذا الفوز اعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة بثلاث نقاط بعد تعادل منتخبي غانا والكاميرون بهدف لكل منهما. ختام النشرة، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.